دلوقتي هنتكلم على البلاد فيسلز اوف ذا جات، فهنبتدي دلوقتي في الفور جات، واحنا عارفين ان دي مينلي طبعا اللور بارت بتاع الاسوفيكاس والاستومك والديودينم لحد البيلياري اوريفيس. دي هتاخد بلاد سبلاي من السيلياك ترانك اللي طالع من الابدومينال اورتا قصاد الابر ليفل اوف ذا فيرست لامبر فيرتبري. بعد كده الميد جات اللي هو عبارة عن بقية الديودينام والجوجينام والإليام والسيكم والأسندنج كولون ورايت تو ثيرد اوف ذا ترانسفيرس كولون، دي بنسميها الميد جات، وديت هتاخد بلاد سبلاي من السوبيرو ميزنتريك ارتري اللي هو ده اللي هو طالع من الابدومينال اورتا قصاد لور بوردر اوف ذا فيرست لامبر فيرتيبرا. نيجي بعد كده بقية الترانسفيرس كولون والديسندنج كولون، بقية الترانسفيرس كولون والديسندنج كولون والسيجمويد كولون والريكتم والابر بارت اوف ذا انال كانال، دي بنديلها اسم بنسميها هايند جات، ودي بتاخد بلاد سبلاي او ارتيريال سبلاي من الانفيرو ميزنتريك ارتري. لما نيجي دولت الارتريز اوف ذا جات، سيلياك ترانك سوبيرو ميزنتريك وانفيرور ميزنتريك ارتري. اما نيجي نتكلم على اول واحد اللي هو السيلياك ترانك، او ما اقول هنا ده ارتري طوله نص انش صغير طالع من الفرونت اوف ذا ابدومينال اورتا عند الليفل بتاع الابر بوردر اوف ذا فيرست لامبر فيرتيبري. هنا السيلياك ترانك على الرايت سايد بالنسبه له هتلاقي الرايت كراس اوف ذا دايفراج، على الليفت سايد بالنسبه له هتلاقي الليفت كراس اوف ذا دايفراج. في هنا سيلياك سمباثاتيك جانجليا وهنا برضو سيلياك سمباثاتيك جانجليا، وبيلف حواليه سيلياك بلكسس اوف نيرفز. السيلياك ترانك بيبقى طالع على الابر بوردر بتاع البنكرياس على حته كده عاليه هنا في المنطقه دي من البنكرياس اسمها تيوبر اومنتال، هو بيبقى على المنطقه دي على الابر بوردر بتاع البنكرياس ويطلع هذا السيلياك ترانك. اول ما يطلع يتقسم ثلاثه برانشز اللي هم سبلينيك وهباتيك وليفت جاستريك. الليفت جاستريك يتجه ناحيه الاستومك، هباتيك يروح ناحيه الليفر، السبلينيك يمشي على الابر بوردر اوف ذا بنكرياس. المنظر عندي اهو، ادي زي الصوره باينه اهي، ادي السيليك، ادي الابدومينال اورطه، ادي الانفيرو فينا كيفا، ادي الديودينم اهو، وادي السيلياك ترانك اهو، ادي على الحته العاليه من بنكرياس اسمها التيوبر اومنتال، وادي السيلياك ترانك اول ما طلع طلع لي هو نص انش، طلع الثلاثه برانشز بتوعه. اول حاجه الليفت جاستريك اللي هنشوفه اهو، ادي الليفت جاستريك اهو. انا هنا بس عايز ابين ان على الجنبين هنا في السيلياك جانجليا وهنا كمان السيلياك جانجليا، وادي الليفت جاستريك اهو. الليفت جاستريك بيمشي على الدافراج اهو لحد الاسوفيجيال اوبننج اوف ذا دافراج، ده اول برانش، ويروح راجع بعد كده على الليسر كيرفتشر اوف ذا ستومك. الليفت جاستريك وهو ماشي بيدي برانشات اسوفيجيال برانشز للاسوفيكاس، جاستريك برانشز للايه ستومك. تاني ارتري اهو السبلينيك، ده يمشي اهو على الابر بوردر اوف ذا بنكرياس، يعمل كروسنج للليفت كيدني سوبرا رينال جلاند، يمشي على البنكرياس، التيل اوف ذا بنكرياس بيخش في الليجامنت، الليجامنت دي اسمها لاين ورينال ليجامنت، يخش جوه اللاين ورينال ليجامنت وينتهي هنا اهو على الهايلم اوف ذا سبلين. السبلينك ارتري يبتدي يتوزع يدي البرانشز بتاعته، يعني هو اساسا يمشي على الابر بوردر بتاع البنكرياس، يخش في اللاين ورينال ليجامنت، يدي البرانشز بتاعته جوه السبلين طبعا، وهو ماشي على البنكرياس يدي بنكرياتيك برانشز، وبيدي كمان ليفت جاسترو ابيبلويك ارتري هنا اهوت، وبعدين التيرمينال برانشز بتروح الايه للسبلين. ده السبلينك ارتري. الارتري التالت اللي بتتجه ناحيه الرايت اللي هو هنا ده الهيباتيك، الهيباتيك اهو دايركتد ناحيه الرايت لحد ما يوصل للفيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديودينم، ويروح داخل هنا في الفري مارجن بتاع الليسر اومنتم، يوصل لحد البورتا هيباتس، يتقسم رايت تيرمينال برانش وليفت تيرمينال برانش. الرايت تيرمينال برانش والليفت تيرمينال برانش
جوه بيخش جوه الايه الليفر. زي ما احنا شايفين كده يبقى هنا البرانشز بتوع السيليا ترانك، نمرة واحد ليفت جاستريك، نمرة اتنين اللي هو ده السبلينيك، نمرة تلاتة اللي هو ده الهيباتيك، دولت البرانشز اوف ذا سيليا ترانك.